بداية بنشكر السادة قادة المرشدين في الصعود حتى في نفس صديقي العزيز على الفكرة الرائعة دي، ونرحب سادة المهندس محمد الصاوي صديق محمد الرابع، لأن الحقيقة يعني على المستوى الشخصي عرفت فترة طويلة في بيت كم الاستشراف اللي عنده ما شاء الله والثراء اللي عنده الثقافي، فأنا سعيد بذلك. بداية مشكلة الثقافة في مصر عليها منفتحة تلخص النقطة الأولى، أن احنا اكتبنا لفترة طويلة جدا خاصة على 52 أن نؤدي هذا الدور كامل، وظل هذا المفهوم القائم ممكن حتى إلى يومنا هذا لأسباب مش هنخوض فيها كتير، ولكن ظلت الدولة تقوم بهذا الدور سواء في إقامة أصول الثقافة أو طباعة الكتب أو طاقة إلى آخره. ونحن نسكت بكل طبعا الفخر دور الأستاذ الفاضل عليكم محمد الصاوي، أساس أنه هذا الدور يعني كان بيقول بيه ناس فعلا بيعملوا دور ثقافة، الدولة كانت متطلعة أن تصل الثقافة لكل الناس. إحنا أطفال صغيرين كان تذهب السينما 16 ملي لشوارع أسوان وحواليها والقرى، وده كان الدور فعلا اللي خلى الانسان بدانا نشوف افلام وبدانا نشوف تلفزيون كان لسه بداياته، فكان في دور. وانا اعتقد باحترام الشديد ان دور الدوله في ظل يعني المستوى المتبني او يعني لحد بعيد في مساله الفقر او نسبه الفقر في مصر تتجاوز 50%، تظل الثقافه للاسف الشديد عند بعض الناس نوع من الطرف لازم يدفعوا، فهو عنده أولويات أكل وشرب وكذا وكذا، فبالتالي إنه يلتفت للثقافة كأمر ده بالنسبة له يمثل مشكلة خلاص. فيظل دور الدولة أنا أعتقد يكون قائم ومهم، زي ما الدولة بتبعت قوافل طبية للصعيد والأماكن النائية تبقى مسؤولة أيضا أن تبعت قوافل ثقافية وتصر على ذلك. ليه تصر على ذلك؟ عشان النهارده أنا لما بشوف جمال الغطاني وبشوف إسحاق سعيد وبشوف كل الأسماء دي على التلفزيون النهارده إلى حد ما بتفاعل معاهم بنسبة 50%، لكن لما أشوفهم وجها لوجه واخد حضرتك الرسالة دي مهمة توصل للناس فيس تو فيس بشكل مباشر، فهنا دور الدولة مهم جدا. وأنا بأصر يعني بأصر حقيقة عليه إنه لازم يستمر، ويجب إنه أي رئيس جمهورية حي بعد كده لهذا البلد أن يضع في اعتباره أن دور الثقافة الدولة ما زال لها دور مهم في الثقافة. الشيء الثاني المهم أنه مرتبط بدور القطاع الخاص، وده شيء حقيقي بيسعدني أنا شخصياً بما أنا بقوم به صفة الثروة في القاهرة، هي باعتبارها دائرة أو مركز إشاعي. وده أثبت فعلاً أنه صفة الثروة ليست فقط مسألة يقوم عليها القطاع الخاص وهو بالقطع والاكسبشن لكن على الاقل فكر التنمية عند حضرتك وعند الناس اللي هي قائمة على هذا المشروع يضع الواحد امل ممكن جدا يكون في اكثر محمد الصاوي في مصر واكثر مشروع يكون قائم. مشروع ساقط الصاوي في اسوان اتمنى ان شاء الله يكون اسرع فتره ممكنه في اسوان، بس مع رجاء انه فهم المجتمع الاسواني اتجاهات الافكار، اتجاهات هي اللي هنوضع في الاعتبار. النخبه في مصر عندها ازمه، ازمتها دايما انه يتعامل مع الناس بقدر من التعالي والمفاهيم والمسائل تكون زي الشر. لازم ليك اسوان يكون فاهم تماما طبيعه المجتمع بتاعها، عشان خاطر لما اتكلم مع الناس اتكلم وهو نطق وفاهم تماما الناس بتفكر. احنا لينا تجربه انا على المستوى الشخصي نقيم صالون ثقافي في جمعيه عندنا جمعيه نشيط نور في اسوان، كنا مصرين على هذا الصالون ونقيمه كل يوم جمعه. بدأنا هذا الصالون واحد واثنين وثلاثه ويوم 10 و20 وفجأه ينزل عدد يطلع لحد، وكنا مصرين انه يقام ان شاء الله ينتهي كنا احنا بنجمح برضه، لكن كان عندنا اصرار بامكانيات ضعيفه جدا على دكن على ارض على مساق كنا بنعملها. اتمنى ان تكتب يعني يبقى في احترام حتى لمساله من ثقافه الصالون ان هي لما تنشط اسوان تيجي يكون عندها برضه تواصل مع مثل هذه الانشطه. جمعيات مراكز الشباب، في بعض الناس قال لي قصة الثقافة موجود في مكان راعي في أسوان، لكن اسأل الناس المقيمة في أطراف أسوان بيجي ولا ما بيجيش؟ أقول لك ما بيجيش، هتسأله ليه؟ هو عنده رهبة لسه حتى نزول الكورنيش بالنسبة له ربما هيكون في نوع من أنواع التكاليف، عايز يلبس كويس وهو مش ربما ما عندوش طاقة.
فرجاء مهم جدا ان يوضع في اعتبار الوصول للمراكز دي وعمل مراكز تنوريه حتى لو بامكانيات ضعيفه وبدايه الموضوع. اشكرك واهلا بيكم واحنا سعداء. سيد درويش يوقف الجمهوريه يخلص تطلع الأوبرا يهمله سيد درويش بالسنين وهو الحقيقه مرفق قابل جدا للاستخدام فمفيش حاجه اسمها كفايه كده يعني نشاط سقيت عبد المنعم الصاوي يكفي لا مش صحيح طبعا محتاجه مئات من المبادرات وهيطلع ناس احسن مننا كمان يعملوا حاجات انجح ان شاء الله حضرتك تسمح لي طيب بعد اذنك معايا